وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا، هذا أرحب بحضوركم، وهذه وسيلة تسر طلابكم إلى المركز، يعني طلاب المركز الثالثة الثانوية، أن يقدموها إلى والداتكم. وهذه هي الوسيلة. نعم، جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. على كل يا من تسألين أسير على طريق السابقين، أنا السلفي لا نهدي ودربي فلا أرضى سوى ذا النهدي دينا. شوكة الإسلام دوما أصفي دينا من بدع ونفسي أربيها بربي مستعينا. وإن المنهج السلفي يمشي بكل سكينة مشيا فتصفية وتربية شعاري أردده بلا ملل سنينا. مصادر التلقي، مصادر التشريع عندي وسنة أحمد فبها أثني للمتقين فهم الصحابة يا رفاقي فقد نقلوا الشريعة صادقين. وسنة أحمد ومهاجرين أسير على هداهم بدون تردد والتابعين فهم خير القرون كما أتانا بنص واضح أوصاف السلف. نعم، من معين الوحي صفوا ويشرب من أبى كدرا وطينا وأطلب علم شرعتنا بجد العلم أعلى ما لا
وأعمل مخلصا لله ديني وأبرق من سبيل المشركين وأدعو الناس للدين المصفى فليس المحدثات هدى ودينا وأصبر إن فتنت ولا أبالي فإن الله يجزي الصابرين التمسك بصراط رب العباد أرى في سورة العصر انتهادي ففيها النهج مرسوما مبينا وقد قال الإمام الشافعي كلاما واضحا للناظرين إذا لم ينزل الرحمن وحيا سواها حجة فلقد كفينا وقد قال ابن مسعود حديثا عن المعصوم خير الخلق فينا لقد خط الرسول لنا خطوطا على ذات الشمال كذا اليمين ووسطها بخط مستقيم وقال صراط رب العالمين وذي سبل ضلالة فذروها وبئس النهج ذي للسالكين وظيفة وخصائص السلف أحارب كل مبتدع جهول يرى في البدعة النور المبين ويترك سنة المعصوم حمدا ويرفض النهج صحب الراشدين وأحترم الأئمة دون ضعن فقد كانوا هداة مهتدين وإني لا أقلدهم بجهل ولكن بالبصيرة قد رأينا كمقبل وبن باز وبن نوح وشيخ عنيزة بهم اكتفينا ولا ننسى ربيع بنا عمير إمام الجرح والتعديل فينا فهم علماؤنا في الدين دوما على درب الهدى هم سائرون
لكل قضية أبغي دليلا من الوحيين والإجماع حينا ولا أرضى جهودا مذهبيا ولا تقليد قوما مخطئين وأدعو للولاة بكل خير ولو كانوا عصاة مذنبين وأنصحهم بلطف دون عنف وطاعتهم أرى مهما بقينا منهج أهل الأهواء والضلال وإني لست حزبيا ذميما لأن الحزب نهج المخطئين فلست في يغريني بجهل وأطقت الشيوخ الهالكين يقلد شيخهم بدون علم ويعقب عند قبته سنين يقيم لمولد الهادي احتفالا ويزعم أنه في الذاكرين يمرغ وجهه بتراب قبر ويذبح عنده حينا وحينا ولا الإخوان تخدعني لأني أراهم في الضلالة غارقين وقالوا في الرياسة عز قوم فحادوا عن طريق السالفين وقالوا حسبنا ما نحن به وبالبنا وبالقطب اقتدينا وقال ربيعنا فيهم كلاما فهم إخوان جهل مخلصين ولا نهجا روافض أخت فيه فقد جعلوا إلههم الحسين أردت بليغ نهجا ذا انحراف فقد ضلوا ومنهجهم أبينا وقالوا كان التكفير قد زاغوا وضلوا يرى التفجير نهجا مستبينا وقالوا أهل ملتنا جميعا وحكم دمائهم كالكافرين فطوبى للغرباء شعرت بغربتي فأسلي نفسي لأني في
طريق السابقين عرف جريا يلوح وعن وسوف يأتي وإن طال الزمان بناس عرف جريا يلوح وعن قريب سيبزغ رغم أن في الحافدين على النهج صحى على النهج النبوة دون شك فبشرى للدعاة المخلصين ووعد الله آت دون ميل لمن سلكوا الصراط المستقيم كما قال الجليل وقد كتبنا وظيف الأنبياء وما نسينا الخاتمة فصبرا يا دعاة الحق صبرا فإن الصبر زاد المتقين وإني قد نصحت وذاك حسبي وأجري عند رب العالمين فبي ستون بيتا من قصيدي رسمت خلالها النهج المبين ويا ذا المن يا ذا العفو إني سألتك فاهدني في الصالحين وصلى الله مولانا صلاة على خير الخلائق أجمعين.